السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا. يا مرحبا يا اخي. والله اني بحبكم اقسم بالله. انتم قدكم عيوني. قولوا تم. سعيد في عمرك. والله انا اللي اسعد يا اخي. انا اللي اسعد. دعوات الله يجزيك. انا اشوفك صح. التيك توك في اليوتيوب. ان شاء الله هذا على اليوتيوب ان شاء الله. وانت علي المنذري. ايوه علي المنذري. لا تنسى اللايك والاشتراك. ها يا اخي انا اعرفك. تعلم كيف ما تعرفني؟ انا اعرفك عزيزي. اعرفك ما تعرفني؟ الله اخوك علي المنذري. ايوه تابع احنا واصل. الله يحييك. كل عام وانت طيب. بيضاني من اصحابنا. نعم والله كل عام وانت طيب. طبعا نحن الان في موقع عمان مخرج 24 تقريبا او 25. هذا البحيره الجميله والرائعه. شوفوا بالله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير من هنا من وادي نمار بمدينة الرياض. نسوي إن شاء الله تجربة اجتماعية مع بعض المغتربين ونسألهم أسئلة كذا طريفة. كم لك من البلاد؟ أوكي؟ تابعوني يا حبيبي. يلا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. يا مرحبا. غلط. كل عام وانتم بخير. كيف حالك؟ طيب. سلامك الله. الله يسعدك. كيف اموركم؟ طيبين. كيف اموركم؟ مرتاحين. الله يسعدك. ايش اسمك الكريم؟ كل عام وانتم طيبين. كل عايزين. يحب الله منا ومنكم. الله يسعدك يا حبيبي. والله الموجود انا بس مشروع انت عارف. ايوه. كم لك من البلاد؟ لا تقول لي ولا بقول. هذا لديهم ناجحين صراحه. ما احنا والله نطايع. ايش ناجح انت معنا وايش معيش؟ الله يسعدك. انت كم لك من البلاد يا حبيبي؟ سنة. من وين الاخ؟ اسمك الكريم؟ الله يسعدك. فرصة سعيدة. اي خدمات لكم؟ انا زرع الفئة اليوتيوب. ها؟ يا اخي والله اني بحبكم اقسم بالله. انتم قدكم عيوني. قولوا تم. هذا كل عام وانت طيب. طيب. العايدين فايزين. تقبل الله منا منكم. قرب قرب له هنا الجميع وياكم كل سنه وانتم طيبين. حياك الله يا طيب. احمد الشيخ. ونعم والله. من وين يا شباب؟ من ونعم والله. طيب صلوا على النبي. كم لك من البلاد؟ لي بالبلاد السعوديه. كم لك من البلاد اخر مره سافر؟ ثلاث مرات بس. كثير ما نفعل الظروف. ها الله يكون في عونك. انت يا حبيبي؟ انا سنه. سنه عادك مالك. كل عام وانت طيب. سوينا من اول. الله يسعدك. سعيد في عمرك. والله انا اللي اسعد يا اخي. انا اللي اسعد. دعوات الله يجزيك. الله يجزيك. كل عام وانت بخير. السلام عليكم. كل عام وانت بخير. العايدين فايزين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وحالة وعلينا وعليكم. ايش اسمك الكريم يا عم؟ يا عبد الله ابو جابر. ونعم والله. وانت؟ السلام. اطلع قدام الكاميرا بالله. السلام. وانت؟ ونعم والله جمال. وانت يا حبيبي؟ يا عبد الله ابو جابر. حياك الله. وانت؟ علي ابو جابر. كم لك من البلاد؟ كم لك؟ طازج. انا اشوفك طازج. اشوفك التيك توك في اليوتيوب. ان شاء الله هذا على اليوتيوب ان شاء الله. وانت؟ علي المنذري. ايوه علي المنذري. لا تنسى اللايك والاشتراك. ها موجود موجود. انا من متابعين. كم لك من البلاد؟ والله لي سنه. عادك مالك شيء. هذا للضيوف. ها ها معتمرين. هانا 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 والله. كل عام وانتم طيبين. حسبتكم مغتربين. يا ليت. من هو في البلاد؟ طفشنا من الغربه اقسم بالله. كل عام وانتم طيبين. الله يسعدكم. طيب ان شاء الله. العايدين فايزين. الله منا ومنكم. تعال تعال هنا. يا اخي انا اعرفك. تعال هنا. كيف ما تعرفني؟ انا اعرفك عزيزي. اعرفك. ما تعرفني؟ الله اخوك علي المنذري. ايوه تابع احنا واصل. الله يحييك. كل عام وانت طيب. من العايدين فايزين. هنا بالسعوديه. موجود. نعم. كل عام وانت بخير. من العايدين فايزين. الله يسعدك. كم لك كم لك من البلاد؟ سنه. سنه. من وين الاخ؟ اسمك الكريم؟ حياك الله. فرصة سعيدة. الله يسهل امورك ان شاء الله. تسافر وتزين الامور. كل عام وانت طيب. السلام عليكم. كل عام وانت طيب. شوفوا بالله عليكم. يا سلام. الشوي المصريين ما شاء الله. الشوي ما شاء الله في كل مكان. والله مش احسن من اليمنيين. لا والله العظيم. كل عام وانت طيب. اسمك الكريم يا حبيبي؟ احمد. حياك الله يا احمد. الله يبارك فيك. من مصر صح؟ من مصر. اكيد ام الدنيا. الله يسلمك. من اسكندرية. اكيد. حياك الله. كم لك من مصر يا حبيبي؟ كم لي هنا في السعودية؟ آه. يعني خمس سنين. خمس سنين.
يا راجل اولادك معك موجودين اهو الحمد لله ان شاء الله الله يسعدك استاذ علي اسمك الكريم دقيقه بالله يا كيف حالك يا محمد ها برضه من الاسكندريه الله يسعدك كم لك بالمصر يا استاذ محمد لا لسه اها جديد جديد كل عام وانتم طيبين الله يسعدكم يا حبايبي بالعافيه عليكم كل عام وانتم طيبين من العايدين الفايزين الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال امين شو اسمك الكريم يا ابو سعيد محمد عبد الله ونعم والله يا جو من تهامة نعم من والله بيضاني من أصحابنا نعم والله من عند طيب من وين البيضة ونعم والله أهلا وسهلا به الرداع كم لك بالبلاد يا حبيبي يعني خمسة شهور ما شاء الله أصحاب البيضاء صراحة ما يطولوش يعني ها على قولهم يخفهم مشوار الله يسعدك كل عام وانت طيب والله يسهل امورنا واموركم وامور جميع المغتربين كل عام وانتم طيبين يا شباب من العايدين الفايزين قبل الله منا ومنكم اول لقاء مع حبيبنا هذا شو اسمك الكريم حياك الله يا حامد من وين من كوكبا كلكم من كوكبا صح ايوه الله يحييك كم لك من البلاد يا حامد والله حوالي سنتين طولت يا حامد لكن تسهل ان شاء الله ظروف البلاد وظروف الشغل الله يسلمك وانت اسمك الكريم عارف خالد الشهري خالد عارف خالد الشهري عارف كيف حالك يا عارف كل عام وانت طيب كم لك من البلاد حوالي سنتين الله يعين والله اصحابنا يطولوا يا اخي بس عادكم بلا زوج صح بلا زوج ايوه تتسهل ان شاء الله وانت يا حبيبنا ايش اسمك السلام مختار كم لك يا مختار من البلاد ثلاث الله يا مختار والله كثير يا مختار لكن تتسهل ان شاء الله تنفرج ان شاء الله باذن الله